يا راجل ده مرضيش ينزل من بطن امه لما حلفت له انه هيبقى ظابط. ده الواد قلب لك البيت اسمه بليس، هيموت ويخش كليه الشرطه. مش ابوه سواق سياده اللواء؟ ده كان زمان يا ديب. واكيد بقى سياده اللواء هيساعده، ده هو اللي مربي يوسف. ما انت عارف يا ديب، ده يوسف ده اللي طلعت بيه بالدنيا بعد امه رمتني. في حد يتقدم لعيله محترمه ويقول على نفسه نقيب شرطه وهو سواق؟ لا عندك بقى، انا ما قلتش نقيب شرطه، انا قلت نقيب السواقين. هما سمعوا نقيب فرحوا وما سمعوش الباقي. ذنب انا؟ الراجل ابني هيبقى ظابط. الله، انت مش عاوز تفهم؟ صرفني بس ب 5000 جنيه. انا صابر، انا مديك 5000 جنيه الاسبوع اللي فات. دول بقى بتوع بيتك اللي وقع على السكان، مش قضيه وهيطلعك منها دي. وانا هقعد ادفع 5000 في 5000 في 5000 والمحروس ابنك لسه ما دخلش كليه الشرطه؟ يا عمنا افهم، نتيجه الثانويه العامه طالعه بكره، بعد بكره هقدم له في الشرطه. 4 سنين هيفوتوا هوا ويبقى ظابط. شوف انت بقى لما تديب ظهره يبقى ظابط. ومين؟ ابني يوسف. كله يجهز. مين؟ ثلاثة. ايه الصوت ده؟ مش كنا رنينا الجرس احسن؟ جرس ايه يا غبي؟ واحنا جايين معزومين على الغداء، احنا جايين مأمورية. ده استطلت انت ولا ايه؟ والله ارمي الحشيش على الارض. انا ما بشربش الحشيش بتاعه يا باشا. بوليس! كله اثبت مكانه! كله ارمي الحشيش على الارض بسرعة! اثبت مكانه! عسكري؟ اسمه عسكري. ما انا عارف انه عسكري، بختبره. عسكري؟ تمام يا فندم. رجل يا بني ادم. حد كلمك يا شخص؟ لقينا معاه 200 جنيه يا باشا. 250. قلنا 200 جنيه واتعشت. قلت مش عايز ولا كلمة. ها؟ الشقة دي بتاعت مين؟ بتاعتي يا باشا. كم أوضة؟ 4 أوض وصالة ومنور. وطبخين إيه النهاردة؟ بامية يا باشا. باللحمة الضاني؟ أيوة يا باشا. طب والنبي، والنبي يا بابا سخن لنا بسرعة عشان ميت من الجوع، واعمل حساب الواد سفينة عشان هيبات معانا النهاردة. ويبات عندنا ليه؟ أمال أبات يعني فين؟ ما أنت عارف أبويا كل يوم يطردني، هروح فين؟ خلاني أبويا. وطرد التاني؟ والتالت. بصراحة أبوك يأكله. بقول لك إيه يا عم الحاج بقى، ما تاخدناش في دوق، سخن لنا لقمة الواد هيموت مننا. سلام يا ديب. يلا يلا يا باشا. يا ديب. ايه رايك في الواد يوسف ابني؟ ظابط ولا مش ظابط؟ لا ظابط، و60 ظابط كمان. يعني هتدفع؟ ماشي، عديك الخمسة. خليهم 7، ده لمصلحتك. افتح يا جبان. بقول لك افتح لاكسر الباب. افتح بقول لك احسن لك. يا استاذ يوسف، مش كل مره تيجي تخبط علينا غلط كده؟ شقه اختك اهي، ايه في وشك؟ انت هتقتلني ولا ايه؟ ما خلاص، ولما هي مش شقه اختك تفتح ليه؟ ها؟ اقفل بقول لك. حاضر. اقفل. افتح يا جبان، افتح لاكسر الباب. افتح بقول لك احسن لك. هو فين؟ اهو جالك، اهو جالك اللي ما هيريح بالك، اللي هيقعدك على التخته ويعلمك الف ب من اول وجديد. قولي لي ما تنرفزنيش، عمل فيكي ايه؟ عمل ده عمل فيا عمايل الهي، يبتليك بعمل يخليك شبه ملايه السرير كده. ويكا ويكا اخويا، خد لي حقي. حاضر. ما تسيبنيش بناري. خلاص بقى ما تعصبنيش. واللي انت عايزه ويكا هديهولك. طب اطلعي انت بره، اطلعي انت بره عشان ما تتاذيش. بره. هو كده جاب اخره معايا. انت يا حيوان، انت يا حيوان قوم وبص لي. انت يا حيوان محدش مالي عينك ولا ايه؟ بص لي هنا ولا وشي مش عاجبك؟ انت مش سامعني يابا ولا ايه؟ طب انت سامع اهو. اديله يا ويكا. يعني ولا ايه؟ ايه ده؟ اصل انا عارف الاشكال دي كويس. الاشكال دي انا حافظها عشان تبقى عارف. الاشكال دي ما بتجيش غير بضرب الجزم. هموتك ضرب. ولا هموتك يلا. ورق الله 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 الله. ايه ده؟ هو انا اختي يحصل فيها كده؟ هو انت ما بتتكلمش الا لما بتتضرب يد؟
هو انت ما بتعملش دماغ الا معوره كل يوم ياض ولا ايه؟ احترم نفسك يا ولا ولا عهد الله انا هموتك والله العظيم ما هيكفيني فيك 6 شهور ومحدش يحوشنا رجاله عشان الواد ده لازم يتقطع النهارده ولا كيفيتك الضربه دي ها؟ تعالى ولا احترم نفسك يا ولا وعهد الله ما حسيت حرام عليك مش كل يوم تضربوا الراجل مش كل يوم تضربوا الراجل ده انا الودي ودي تدخل في طياره يكون سواقها اعمى قلت مش حسيبك يابا مش حسيبك حتى لو بصت رجلي خلاص خلاص روح امسح دم في مناخيرك ده بقى بسرعه يا رب يا رب تكون اتعصت بقى ايه بتنهج ليه ها مش قلت لك امسح الدم في مناخيرك لو ضايق تاني بيكلميني فاكرين فادي دور نخنوخ يا اري اري يعني ايه نخنوخ من قبل ما تيجوا كنت عايش في السجن ده لوحدي صباح الخير يا حيطه تعالوا ولا بلاط يوم ما تيجوا تفتشون انا تفتشوا نخنوخ يا نهار ليل انا عايز اعرف منحرف مين اللي لاهس السيجاره من عند بيتي انا مش هكلمه انا بس هاخد وش منه ليه اعرف ايه دخلياتي شممني بقك انا ريحه ايه دي يا غرق البتر يا ريس باين عليها وانت اهو تعال شممني بقك السيجاره دي لبرور ابوس ايدك كنت خرمان يا ريس احنا هنقضيها سندن دندن ورك ورك ما بحبش الاستعطافات مين راضع معاك من السيجاره العنبر كله يا ريس العنبر كله يبقى العنبر ولا السجن في تطور طبيعي حسب لوائح منظمة حقوق الإنسان نسبة الزيادة في الإنتاج 90% وفي طريقها للزيادة وأحب أطمنكم بقى على الآخر نسبة الهروب معدومة تماما It's very very nice meeting you Thank you very much. Welcome. Thank you. Welcome. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Yes, yes. Nice to meet you. Fine. Nice to meet you. Fine. Yes. Help! 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 Go, 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 سمعت الصوت حد يعني انت مين ياض دبشه يا كبير دبشه دراعك اليمين ومين عمل في عينيك كده دراعي مالها عينيا يا ريس انت احول ياض احول انت فاجئتني بالموضوع ده يا ريس ده انا اتمرمطت من يوم ما سبتني ورحت السجن مين اللي حول دراع اليمين حاره الحاره كلها يا كبير كانوا مفكرينك مش راجع تاني كلاب انا اعرف بيهم واحد واحد مفيش بهدله بعد النهارده يا حاره
ولا في البيت اللي اتسالقلي. خلاص ياض، ما انا قلت لهم بيت تاني فوق. فوق يا كبير، ولو مش فوق تبقى فوق. انت بتوطي صوتك ليه ياض؟ احنا بنخاف من حد؟ انا طالع لتهاني عشيقتي، يعني انا وهي وسلسنا الشيطان. اللي عايز يبلغ البوليس نمرته 122. نمره البوليس 122؟ ما تاكدش على النمره قوي ياض لحد احفظها. خد خلي السنجه دي معاك، لو حصل اي حاجه صفر لي على طول. هات طوبه دفشه يا كبير. لا ماضيت اهلك دي اللي حوالتك. بضربك بقالي 5 سنين ما ضربتش حرمة. ضرب الحريم ليه طعم تاني برضك. صوتي على لا يكون حد سمع صويتك واتضايق. بضربها. في حد متضايق؟ يا بت زعلت ولا ايه؟ ما تزعليش لقتلك. أكل الحبيب زي أكل الزبيب. بس بقى يا نوخة. يا بنت. اطفي النور. الكل الرمة مش هيبطل يبتزني. ده بيستغل الشبه اللي بينا وبيلعب باسمي في السوق. قول إذا ضغطت يا فندم إن في شيكات كتير جدا بتروح البنك على إمضاء تشبه إمضاء سعادتك. حتى الهدوم اللي أنا بلبسها بيروح بيشتري زيها وبيبعت الفواتير على عنواني. ثم البنت الجير فريند بتاعتي افتكرته انا. مخلوق وصل يا باشا. هتقول بسرعه. انا هخلي ترمواي يندم على اليوم اللي بص في المرايه واكتشف الشبه اللي بينه وبينه. عمنا باشا. الف حمد لله على السلامه يا مخنوخ. اخيرا خرجت من السجن. لا باشا انا ما خرجتش، انا هربت من السجن. ولو عايز تبلغ بلغ البوليس نمرته 122. ابلغ ايه؟ انا ما صدقت انك خرجت. اقعد. كلام على ايه يا باشا؟ اكل. طب عايزه مع سبق اصرار وترسب ولا ضرب تفضل موت ولا صعقه من الكهرباء ولا الثلاثه مجتمعين؟ المهم انه يموت ويروح في 60 داهيه. اه باشا بس الدم غالي. نص مليون. اخضر احمر ازرق. انا معاك في كل الالوان. هم نص مليون جنيه مصري والعربون اهو شيك باربعين جنيه. يبقى انا كده فاضل لي 499,960 جنيه. كلام على مين يا باشا؟ ترماي. ايه عباس ترماي؟ انت غفلتنا يا باشا. انا عمري ما شفته بس هسمع يعني انه منطقه. ده عايز له خريطه عشان تقتل. ايه خايف يا بطل؟ انا ما بخافش غير من اللي خلقني. 2 3 كده يعني منهم ترماي. بس اذا كان هو ترماي انا نخنوخ. نحشي بذمه. انتوا ما بتتكلموش ليه؟ احنا المفروض نتكلم فيها نور. انا مش فاكر حاجه دلوقتي يا بابا. اسال معتمد. مش فاكر. فين فين في ايه يا عز؟ بالنسبه لي مش عايز افتكر انا دلوقتي. يا رجع قومي يا عز وافتح على اخوكي. مرافضة. انت حلو قوي. ماشي. انتوا بتاكلوا من غيري؟ يا خونة. كمان منبار. 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 عملت ايه؟ ناس جحدة. ما فيش حد فيهم عاوز يسيب البيت. طب والحل؟ لازم امر ازاله للبيت. كده بقى يبقى ما فيش غير ويكا. وهيعمل ايه ويكا يعني؟ هو مش هيخش كليه الشرطه؟ اه
بس لسه نتيجه الثانويه العامه هتبان بكره. هينجح وهيخش كليه الشرطه وهجيب امر الازاله. طب ادعوا معايا، ادعوا معايا وقولوا يا رب يا رب. ها وكال ايه؟ مرات الضابط لازم تكون سمباتيك. لولا النخت انا كنت حبسته لها. المسامح كريم يا باشا. ياه ايدك تخينه قوي. مش هتخن من ايديك يا حبيبتي. صباعك الثالث لامس صباعي الرابع. نفس احساس صباعي الصغير حاضن صباعك الكبير. يا صبابعنا، هي ايد مين فينا اللي عرقانه العرق ده كله؟ ما تفرقش، انا تهت في الميه اللي بين ايدينا. وانا ميه ايدينا محيراني. 10220 235 265 270 285 ايوه 400 طب والمجموع؟ مجموع مين يا عمنا؟ ده سيادة اللي هو قال لي يا صابر بس ابنك ينجح، إن شاء الله يجيب 50%. إن شاء الله هينجح الولا ويكا ده لهلوم. طبعاً. هو رقم قعده كام؟ مين؟ رقم قعد ابنك. أهو 170 39 58 13 74 0 3 5. بس ابنك لو حافظ الرقم ده زي ما أنت بتقوله كده هينجح. أحمد حلمي الشبكي صاحي. أحمد عبد الله محمد صاحي. إبراهيم السيد أحمد صاحي. سعيد عبد النبي غريب صاحي. شادي عبد المنعم سعيد صاحي. علي أبو الفتوح إبراهيم صاحي. علي موسى سالم صاحي. مسعد يا فاشل يا صاحي. أي يا لهوي صاحي. مريم محمد إبراهيم صاحي. خلاص بقى خلاص بقى يا سفينه، هي اول مره ان شاء الله السنه الجايه هتنجح. انا مش مشكله انا يا باشا، المهم ان انت تنجح وتخش كليه الشرطه وتبقى ضابط قد الدنيا، وشوف بقى سفينه يبقى صاحبه ضابط شرطه. والله العظيم اعمل معاك احلى واجب يا سفينه، ده انا احبسك خميس وجمعه من كل اسبوع. بس انت ادعي لي يا رب تنجح يا يوسف يا ابن عم صابر يا اللي اسمك ويكا يا رب. برضو جيت يا حبيبه. ثانيه واحده بقى لو حرش ليه. ولا السعادة والشاوة صام. Yeah.
زي حضرتك يا عمي. تمام يا ابني تمام، الف مبروك. الله يبارك فيك يا عمي. ايه في حاجه؟ لا 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 ما فيش يا عمي، بس يعني الظاهر الكرسي بتاع حضرتك او الكنبه اللي انا قاعد عليها بتزيق، يعني في حاجه غلط حصل. لا ما تاخدش في بالك، المهم السيد الوالد هيشرفنا امتى؟ الوقت اللي تقول عليه حضرتك. امتى يا فندم؟ انا يا ابني ما اتكلمتش. بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. لا ما تحطش في بالك، انت قول السيد الوالد يشرفنا في اي وقت، البيت مفتوح. واضح يا فندم انه مفتوح، ده لو اتقفل نص ساعه تموتوا كلكم. ايه يا ابني في حاجه؟ مفيش، بس واضح ان الورد في الاماكن المغلقه خطر. هو ورد اليومين دول؟ ورد الورد يا ابني كان زمان. لا 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 مش اسلوب ابدا يا ناس يا اللي في البيت. يا حبيبه عمي بيفضل يا جماعه. في ايه في ايه بس يا يوسف؟ في ايه؟ ده في عدم انضباط في الاوضه جوه خالص. طب قولي بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل كان يصبر شويه، يصبر لما ناخد على بعض. سلام عليكم. ما تاخدنيش بذنب بابا يا يوسف. يوسف يا ويكا انت معقول هعيش لحد ما اشوفك لواء يا يوسف؟ يا ايوه فندم. اكيد سليمان باشا فاكرني. ايوه فندم. مش دي شقه سياده اللواء سليمان باشا؟ هي كانت شقته بس احنا اشتريناها. طب هو راح فين؟ هاجر كندا عند بنته. انا اذن حضرتك. سليمان باشا هاجر كندا، والوقت انت لسه صاحي يا ويكا؟ انت هتقول لي ويكا وتصاحبني؟ بقول لك اثبت مكانك واضرب في المليان. مش هتلاقي حاجه مليانه تضرب فيها. روح اعمل لي شاي. ايه ده يا بابا؟ قلقتني، في حاجه حصلت ولا ايه؟ مفيش يا ابني، ربنا يستر. ربنا يستر يبقى في حاجه حصلت. انت هتخبي على صاحبك الصغير؟ انت قول لي. ما لقيتش سليمان باشا، ساب وسط البلد. وانا بكلمك على شارع سليمان باشا، انا بتكلم على اللواء سليمان باشا. مشي سافر. سافر؟ سافر ازاي قبل ما يوصى عليا في كليه الشرطه؟ نصيبنا كده يا ابني، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بابا؟ ده انا حياتي كلها واقفه على اليوم ده. امال انا هعمل ايه؟ ده انا مصيبتي كبيره قوي، ده في ناس احتمال تاذيني. ما تخافش يا بابا، محدش هيمس شعره منك طول ما انا عايش على وش الدنيا. يا سلام، هتعمل ايه؟ هنجح ومن غير واسطه، وهتشوف ابنك ويكا هيعمل ايه. يا الصرخه حلوه، بس يا ترى هتعديه في الاختبارات؟ دي خريطة نخنوخ. لا تقول لي بقى خريطة العالم ولا خريطة الوطن العربي. الطريق ده والطريق ده والطريق ده أنا اللي راسمهم. ده الكباريه. حلو؟ عايزك تركز معايا. الخطة كالتاتي، أنا وإنت والبت تهاني هندخل الكباريه اللي فيه المطوة ده كبزاين عاديين خالص. البت تهاني هتلاغي الترماي، انت تطلع المخدر وتحطه له في كوبايه الخمره. ماشي يا ريس. طب وانت؟ اصبر، انا لسه دوري بعدين. بعد كده هيتخدر، هتشيله على كتفك بايد واحده وتطلع بيجي اكنه سكران، هترميه على الكنبه الورانيه بتاعت العربيه. حصل يا ريس. طب وانت؟ اصبر، انا لسه دوري بعدين. جه يعمل قلق، يعمل اي حركه تقوم انت كاتم نفسه على طول، فلفص يمين فلفص شمال، تفضل كاتم نفسه على طول. ماشي يا ريس. طب وانت؟ اصبر، انا لسه دوري بعدين. وبعد كده تقوم مطلع المطوه من الكباريه وتقوم غز الفطر. غزناها يا ريس. طب وانت؟ انت سبت لي حاجه اعملها يا غبي. تحية ليكم مني أنا.
انا سامح ابو الفنا، ربنا يخليني ليكم. يا عمنا دلوقتي، هو انت اللي بتنقط ولا انت بترد عليا؟ ده اللي بيقلدك. يا عمنا خلاص عرفنا ان ده المتشبهاتي، ما تخليش اقوم اقتلهولك قدام الناس. ماشي عمنا بتلاقي الراجل ده بتقرطصك يا كبير. انا عيب سوس يا غبي، دي الخطه يا غبي. يمشي لغي كلمه بعنف يا بنت. ما تقلقش يا نوخه، هنوطهولك من غير. والنقطة اللي قبلها مصيرهم ايه؟ عايز اعرف راحوا فين. النقطة دي بيتي اولى بيها، ورقصني برضه. سامخ ابو الفدا واسم الحركه ترمواي. ما شفتكش قبل كده؟ تهيألي تقابلنا في شرم الشيخ. ساقعه عليا. يبقى في مارينا. حر قوي. طب في الغردقه؟ اغرب. يا روح قلبي، ده احنا هنتقابل كتير قوي. يبقى نشرب كاس في صحتك. صحتك. ودوقي اللي معاكي وهستناكي بره. استنى. يا جامد. ايه سكران واخدينه رجع. ايه ولا دبشة. مين؟ مين ايه؟ انا يا غبي. يا ريس انا يا غبي، انا غلطان. ايه مالك؟ واحد وقتلناه، عايز تبلغ؟ بلغ. البوليس نمرته 122. واحنا قاعدين هنا شوي ولا اقتلك يا ولد المجانين. يا ولد المجانين بتقول ايه؟ قتلته؟ طيب يا نخنخ هكلمك بعدين، مع السلامة. الواد نخنوخ بيكذب عليا ولا ايه؟ هو المعروف عنه انه ملوش امان سعادتك. طب هنتاكد منين انه فعلا قتله؟ اما ترمواي يختفي وما يبقالوش اثر. لسه هستنى ترمواي لما يختفي. اسمع لما اقولك، الواد نخنوخ ده مش هياخد ولا مليم قبل ما يجيب لي راس ترمواي واشوفها بعينيا. ايه؟ اجيب لك راسه؟ راسه يا باشا؟ انت مش مصدق ان انا قتلته؟ طب يا باشا اصورهولك بالكاميرا بتاعت الموبايل وابعتهولك بالبروتورز. ماشي يا باشا. راسه حاضر. طب يا باشا ما ينفعش صباعه؟ حاضر يا باشا، ما تنرفز هجيب لك راسه.
يعني قتلت الراجل ومش قادر تقطع راسه؟ انا اقتل لكن اقطع راس ليه؟ انا مجرم؟ مجرم؟ بعيد الشر عنك، مين اللي يقدر يقول كده؟ ده انت ارق راجل عرفته في حياتي يا حبيبتي. مالك يا بنت؟ مالك ده الراجل بتاعي، يعني دراع اليمين، دراع اليمين بيبوظ دراعك اليمين. مالك خرب بيتكم، نسيتوني اكل عيشنا. وبعدين هنعمل ايه في الراجل اللي عايز الراس ده؟ ولا دبشه، انت عمرك ذبحت انسان في حياتك؟ عمري يا كبير. يبقى فرصتك جات لك يا ابن المحظوظه. واضح انك انت جاهز للاختبارات قوي. اختبارات ايه يا ابني؟ اختبارات ايه؟ ده انا ظابط من وانا عندي 6 سنين. يعني مش واخد بالك ان يعني الجسم يعني زياده شويه ولا ايه؟ انا عمر جسمي ما كان عقبه في حياتي. وبعدين هيعوزوا مني ايه؟ جري هيلاقوا حمامه قدامهم، نطت ثقه وكده هيلاقوا فهد. لكن انا اللي قلقان عليك بودانك دي. لعلمك انا وداني عمرها ما كانت عقبه في حياتي. اجمع كل الطلبه قدامي بسرعه. النهارده اول اختبارات في كليه الشرطه، اللي هينجح في اختبارات اللياقه هيجي ويكمل معانا بكره. انت وانت البسوا وروحوا بيوتكم. معقوله؟ معقوله نجحنا كده من غير اختبارات؟ لا مش منظر يعني، اختبرنا عشان ما يقولوش مكوسنا. يا ابني انت كده كده ساقط من غير اختبارات، ده جسم ظابط ولا دي ودان ظابط؟ يلا بقيت الطلبه على الملعب. انا جسمي طلع اكبر عقبه في حياتي. وانا وداني طلعت اكبر عقبه في حياتي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح لابويا واقول له ايه؟ ده انا ابويا ممكن يموت فيها. انا عندي فكره. احنا لازم ننتحر. عندك حق، احنا خساره فينا الحياه. بابا بيديني رنه وانا في الظروف دي، طب اقول له ايه دلوقتي؟ رد عليه وتزعلوش، قول له انك نجحت. فكره. بص هو فين؟ افرش الحاره كلها، انا عاوزها ليله من 1000 ليله وليله. ماشي يا شهريار. واعزم كل البشر، ابني بقى باشا غجر. يا ابني ده 7 كوبري نقف عنده وشكلك مش ناوي تعمل اي حاجه خالص يا اخي. احنا لازم ننتحر، لازم ننتحر. طب يلا احنا بقالنا 3 ساعات بنعيط، خد قرار بقى وخلصني بقى. طب اتفضل. اصلا ما بعرفش اعوم. طب انت عايز تعوم ليه؟ انت عايز تموت. اصلا انا بحب اموت تاني واحد. طب بص احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونغمض وننط. بس بص احنا هنتفق اتفاق، احنا هننط مع بعض. لو انا مت قبليك امان عليك، امان عليك تموت نفسك. انا موافق، بس لو انا مت قبليك يبقى قدرك بقى. هعمل لك ايه؟ ايه اللي بتعمله هنا يا واد؟ بابا كل سنة اجي اجيبك من نفس المكان حتى اللي انتحار فاشل فيه. يا بابا ابدا انا مش بنتحر، ده انا كنت جاي اشم شوية هوا. انا عارف انك صدت، عارف مين الكومبو اللي جنبك ده، صاحبك؟ لا ابدا يا بابا، انا ما اعرفوش، ده واحد بيحاول ينتحر وانا بحاول اعقله. يا واد الوطيانة اللي انت فيها دي يا واد، ده احنا 10 من 7 الصبح يا واطي. معلش يا ابني معلش، حتى صاحبه بيبيعه. اتفضل قدامي، اتفضل اتفضل. عايز اسمع صوتك. انا كومبو يا راجل يا كايزر. ويلكم لعم صابر، ويلكم للباشا، ويلكم يا باشا. تعال انت بتعمل ايه؟
ده انت رفعت راسي في الحاره والليله دي بمناسبه نجاحك يا يوسف. يا بابا بس انا ما نجحتش قوي للدرجات دي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ملوش لازمه اللي انت عامله ده كله. يعني ممكن نتكلم كلمتين على انفراد انا وانت؟ على انفراد؟ انت بقى في ايه شغلتني؟ بابا انا سقطت في اختبارات الكليه. ايه؟ سقط؟ ايوه يا بابا، بس ما رضيتش اقول لك في التليفون على اساس ان انا هنتحر، بس برضه ما حصلش نصيب. مش عارف ملطشه معايا ليه. طب والليله اللي تحت والفلوس اللي سحبتها من الناس؟ انا احس انك هتخدمهم لما تتخرج، ارضها ازاي؟ اقول للناس ايه؟ وانا هعمل ايه يعني يا بابا؟ الله، مفيش في ايدي حاجه اعملها. دول ما رضوش يدخلوني الاختبارات اصلا عشان جسمي. دول يقتلوني، ده انا ساحب منهم فوق ال 100,000 جنيه. خلاص يا بابا، نبيع البيت ونرد الفلوس للناس. يا ريت نجيب، ده كبير 30,000. حد يقتل الواد اللي تحت ده؟ حد من الحارة عارف انك سقطت؟ لا يا بابا، انت اول واحد تعرف. ومالك يا اخويا فرحان قوي كده ليه؟ اسمعني، حسك عينك، حد يعرف انك سقطت؟ انت نجحت؟ لا يا بابا ما نجحتش، انت مش فاهم، سقطت، بقولك سقطت. ما انا عارف انك اتجننت، انت هتشلني. انا بتكلم لما ننزل دلوقتي تحت، اوعى يبان على وشك انك زعلان لغايه ما نشوف حل يا اخويا في المصيبه اللي احنا فيها دي. بالصلاة على النبي، النقطة دي عشان خاطر يوسف باشا صابر. يوسف باشا صابر، وقلبي لا هيهدى ولا هينام إلا لما أشوف الباشا يوسف وهو بيرقص مع أبوه الريس صابر، رقصهم سفينة على المولد الجديد. هنروح المولد
مش عارفة ليه غاوي تقعد في البار. انت مش بطل؟ احب عيش الجو. الموت هيبقى لا شرب ولا بص. سيبوني يا مدام. ايوه حبيبي، هتيجي تقعد عندنا 45 يوم بس؟ ده انت تيجي تقعد العمر كله. مين مين اللي بيكلمك؟ ردي عليا. مين؟ خيري ارجوك، ده يوسف ابني. اوكي سوري يا مديح. خلاص يا يوسف، هبقى اكلمك بعدين. هات العلبة دي يا خير. سيبيها، هصابي تعبانة. خيري، انا كنت عايزة اقول لك ان يوسف ابني هيجي يقعد هنا كام يوم، وخايفة يعني انك. عيب يا مديح، ده كفاية ارد جمايلك في تربية بنتي. يا حبيبي يا خيري. راحوا الحبايب بقالهم عام وتالي. راحوا الحبايب بقالهم عام وتالي. أخطينا على البعدي ولا ولا الكلية. انت بتعيط يا يوسف؟ فرحتي يا حبيبي. ما انا كده بفرح زيادة عن اللزوم، اعيط. انا كمان ازعل، افرح، اجوع، اعيط. طب اقول لك على حاجة؟ انت تعيطي احسن. احنا بنعيط ليه؟ اصل انا سقطت في اختبارات الكليه. سقطت؟ يعني الرجيم ملوش لازمه؟ يا لهوي يا علاء باشا. مفيش عسكري، استنى انت بره دلوقتي. ماشي يا باشا، ماشي. دبشة. نعم رئيس. انا دبشة. عمرك كبير. ها شنطة جاهزة؟ شنطة مين يا رئيس؟ يا غبي، شنطة الراس. اهم حاجة تركز معايا، الخطة كالتالي: انت هتاخد الشنطة وتسبق على الاتوبيس المكيف، اول ما توصل تداري الشنطة مع العفش وتحجز لنا تذكرتين. التذكرة بتاعتي قدامه والتذكرة بتاعتك مرمي ورا خالص. سمعه جنبك يا ريس. يا غبي، افرض حد قاطرنا. انت لو اتقبض عليك مش اشكال، انا لو اتقبض عليا انا ثروة قومية يا ابني. ها فهمت الخطة؟ فهمت يا ريس. اوعى تبوظ حاجة. ما تقلقش يا ريس. يلا بينا. يلا. الشنطة. شنطة ايه يا ريس؟ الشنطة يا غبي. بعد اذنك يا باشا هسألك سؤال. اتفضل اسأل. التلخفينة اللي احنا فيها ديت، انت راكب السوبر نت ده ورايح على فين؟ ما تخليك في حالك وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. انا رايح الكلية، اروح ازاي بقى؟ دي طريقتي، طريقة ظباط. كلية؟ امال ايه؟ طمنتني. لا طمن قلبك باشا. ايه؟ اتك على الصبر شوية. وانت يا سفينة، خلي بالك من ابويا. في العندي قبل العندي. ربنا يستر على ابويا. يوسف، انا كنت متاكده انك كنت بتضحك عليا. وايه البصه دي؟ هو انا عريان ولا ايه؟ هضحك عليك ليه يعني؟ لا 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 يا باشا، الشغل الخطا ده ما بحبوش. استاذن انا بقى، ملاسي عليكم. الصياعه ادب والشقاوه صمت. لا اله الا الله محمد رسول الله. الملاسي عليكم. سلام يا واد. سلام يا باشا. انا كنت متاكده اني ما انفعكش يا حضره الضابط. يا انجي فهميني بقى. انجي يا بنت بهزر معاكي، ما انا عارف انك حبيبه. هو انا لو كنت عايز اهرب منك كنت كلمتك في التليفون وقلت لك تعالى شوفك قبل ما اسافر؟ يا حبيبه انا هربان من فضيحه. طب غلطت مع انجي. انا ما شفتش غباء في حياتي بالمنظر ده. امشي انت دلوقتي يا حبيبه، وانا اول ما اوصل هناك هكلمك في التليفون اشرح لك كل حاجه بالتفصيل. ايه يا عرب تيجي في الثلاجه؟ يا باشا كلاتلي كلاتلي. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله، هو نجح في الكليه ولا ما نجحش؟ انت لخفينا دي. صباح الخير يا باشا.
اهلا يا ابني، صباح النور. ياه ما شاء الله، الشرطه يعني مقاساتها اتغيرت خالص. كوميدي وكده ولا ايه؟ ده كوميدي فعلا. انت قاعد عايز تجنني؟ ده انا بسببك خطاب امك. اطلع بره بيتي يا حيوان، بره، كون في داهيه. سوري عادي يا باشا، الشعب خير من الشرطه يعني. تشربوا شاي؟ انا عايز شاي من فضلك. خليهم اتنين والحساب عندي يا حاج. من فضلك من فضلك، انا هحاسب على حاجتي يا باشا. انت جاي عليا يعني؟ صح. اسالك سؤال بايخ يا باشا، وانت رايح فين؟ برافو عليكم، فعلا سؤال بايخ. بس انت يعني لابس كلية الشرطة والاوتوبيس ده ما بيروحش الكلية. ما انا عارف، وما تسألنيش رايح فين، وبص قدامك بقطفك دي. حاضر يا باشا، حاسبي على الشاي. هات هات. ايه الشنطة يا غبي؟ خليك هنا. ما اجي معاك ريس، اجي معاك. واحنا رايحين نزهة، خليك هنا، مش لازم حد يعرف ان انت معايا. خليه يدخل بسرعة. باشا
عمنا، بنت عمنا. يا سلام يا باشا، سبحان الله الخالق الناطق المرحوم. طمني كله تمام يا بطل؟ عيب يا باشا، ده انا نخنوخ. وفلوسك اهي يا بطل، وراس الترمايه اهي يا باشا. المؤاخذه دي رجله، راس الترمايه اهي. دي ريتو. ايه ده؟ من راس الترمايه فين؟ يا نهار اسود، راس الترمايه فين؟ لا مش نخنوخ اللي يتسرق. اخلص يلا، كلام ده ما يكونش معايا انا. انت عارف ايه؟ ها؟ فين؟ فاهم يا باشا، يا باشا الشرطه اتلخبطت والله، ما عملت خنجر، عامل نفسه كليه الشرطه. ولا مفيش حد يقدر يضحك على شامخ بيه. يا باشا قتلته، والله قتلته بايد دهبشه. ضلك يومين لو ما جبتش راسه الماي، انت عارف هيحصل لك ايه؟ ارموه بره. والله يا باشا قتلته. مش نخنوخ اللي يتمسك كده، مش نخنوخ اللي بيتعمل فيه كده، مش نخنوخ. ايه يا كبير، في حد كلمك؟ انا حد يقدر يكلمني؟ انا نخنوخ بس حلقت. اه هات الشنطه. معاك يا كبير. وقف وانت بتكلمني، وقف بص لي وفهمني، وقف 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 وقف. ماما حبيبي وحشتيني، وحشتيني قوي قوي. اهلا يا ويك. اهلا يا عم. ناني بنتي. هاي، ازيك؟ الله يبارك فيك ويحفظك. وليد صاحبي. اهلا وسهلا. انت ايه البدله اللي انت لابسها دي؟ اكيد مش اغرب من البدله اللي انت لابسها. مش وقته حبيبي، تلاقيك ميت من الجوع. يلا عشان تتغدى، الشنطه هما هيطلعوها. بيلمان طلع الشنطه. انا المكان ده معصبني. غريبه قوي يا عمي، مع انه مكان هادي وجميل. انا كده الاماكن الهاديه بتعصبني. انت براحتك يا باشا، اعمل اللي انت عايزه. خيري سوري، انا طالع فوق احضر له المفاجاه. ها طيب، عن اذنك يا سونت عشان عندي مشوار. يلا وليد. يلا يا حبيبي. ايه الجو ده؟ ايه يا ماما، هو في ايه بالظبط؟ ما فيش حاجه يا حبيبي، لكن قول لي ايه حكايه البدله دي؟ انت مش قلت انك سقطت في كليه الشرطه؟ بابا مصمم ان انا ما اجيبش سيره لحد اني سقطت. اصله عارفه يا حبيبي، ابوك اخد فلوس من الناس على حس انك تخدمهم لما تتخرج. مفيش فايده، ابوك عمره ما هيتغير. سلامتك يا عمي. يا عم انا ما جيتش جنبك والله العظيم. يا عم ايه ده شويه؟ هو بيعمل كده ليه يا ماما؟ هو كده طول عمره اعصابه تعبان، يظهر داخل على مشكله كبيره. حول الله يا رب. الف سلامه عليك يا عم. ايه ده؟ والراجل ده مجنون ولا ايه؟ ليه كده يا خيري؟ معلش يا حبيبي ما تزعلش منه. يلا يلا روح اوضتك، تلاقيك تعبان من السفر. تصبح على خير يا عم. ما تصبحش بقى، انت حر. الو، ازيك يا حبيبه؟ انت كمان وحشتيني قوي. بقولك وانت بتعملي ايه ومين معاك؟ لا لا لا، انا لوحدي صدقني، مفيش حد جنبي، كلهم بره. اما انا النهارده قضيت حته يوم، يوم غير مفهوم بالمره. اه والله ده راجل جوز امي ده طلع عصبي قوي، ده جري وراه بالسيف
وكان عايز يموتني لولا ستر ربنا راح نطف في الميه. والله انا مش عارف هقضي مع الراجل ده ال 45 يوم دول ازاي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا لالا ايه ده؟ ايه ده؟ يوسف انت فين يا يوسف؟ يا جماعه ايه ده؟ ايه ده؟ يا ناس يا ماما ايه ده؟ ماما يا ماما يا ماما ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مالك يا حبيبي؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ما اصل ما في ايه يا حبيبي؟ اصل انا انا لما بغير فرشتي ما بعرفش انام خالص. هقول لحضرتك. ايوه افتكرت، انا هاخد حبايه من مهدئ بتاع عمي وانا هبقى زي الفل ما تخافيش. اسكتي بقى يا حبيبة، اسكتي، مش وقت ابوس ايدك. قطعنا راس مين دي؟ يكونش انا قتلت حد وانا مش واخد بالي؟ ولا انا بحلم؟ لا اكيد مش بحلم، لان انا لو بحلم كان زماني صحيت. طب ابلغ البوليس؟ انا لو بلغت البوليس ممكن البس القضيه لوحدي عشان محدش هيصدقني. واعمل ايه؟ امين. والله كويس ان انتوا جبتوا الاكل، ده انا كنت ميت من جوه. هتاكل فين سيادتك؟ حط الاكل هنا وانا هتصرف. ايه ده؟ ايه ده؟ يا امنت انت مش ماشي على بعضك على فكرة. ما انا لازم الفت نظرك كده مش طبيعي. راسك يا عم، انت هتستقبل راسك. راسي فين؟ راسي راحت فين؟ سيادتك هتنرفز نفسك ليه طيب؟ ما هي موجودة راسك اهي اهي. دي مش راسي، انا شعري مش بني. طب حضرتك افتكر بس، يمكن صبغته قبل ما تتقتل ولا حاجة. قلتلك دي مش راسي. طب ما تاخد دي تمشي بيها نفسك اليومين دول. لا انا راسي اللي على جسمك يا حرامي. دي راسي. طب انا اديك بالقلم ازاي دلوقتي؟ دي راسي. يا رحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ يا يوسف انت فين؟ البطاريه وقعت مني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حبيبه. حسبي الله. مين؟ انا ماما يا حبيبي. ماما مين؟ جرى لك ايه؟ انا ماما. افتح. ايوه انت ماما صح. ايه ده؟ الاوضه مكتومه كده ليه؟ انا عايزه اهويها. انا هاويها. ايه يا حبيبي بتعمل ايه؟ تمرينات يا ماما، انا كده متعود كل يوم الصبح اعمل تمرينات، والا ما كانش جسمي بقى كده. الريحه دي، انا هاوي الاوضه. هاويها ماما. ايه الصوت ده؟ دي بطني مع التمرينات بتعمل الاصوات. ها يا حبيبي، يبقى جالك برد. مش هفتح الشباك. احسن برضو يا ماما، احسن. انا جايبالك بقى شويه هدوم، يا رب يجوا على مقاسك. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ دي تمرينات السمانه يا ماما، لازم بعد البطن سمانه عشان الركب ما تخبطش في الشورت. السلام عليكم. Hello, welcome. بدأت غباوة. عايز أكلم يوسف الصابر. مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ ده المعلم نخنوخ. غبي ما تزيحش. نخنوخ. قتل قتلها. Are you guest or visitor here? If you are a visitor, I should call him. قتل قتلها. Hello.
ايوه يا جينا. واحد عاوزه؟ قالك صاحب يوسف؟ انا ماليش اصحاب، ما حدش يعرف ان انا هنا. حضرتك اسمك ايه؟ واحد صاحبه من الحته وجاي يعمل له ذهول في المفاجاه. صاحبه من الحته؟ رحت في داهيه. بصي قولي له هو جه اجازه يوم واحد ونزل مصر تاني. يوسف نزل مصر؟ اي حد يسال عليه قولي مش موجود. هو نازل مصر يا فندم. نزل؟ متاكده؟ شفتيه وهو بيسيب الفندق؟ رد يا بنت. تخوفهاش. انا مالش كاوت بنفسي، هو نازل مصر يا فندم. نزل مصر؟ ماشي يا مصر ماشي. الو، بقول الو. ايه باشا؟ ايه يا عم انت فين؟ صباح العسل يا باشا، انت فين؟ انت هناك ولا هنا؟ ما تلخبطناش. اجيلك عينيا. انت مين؟ انا نخنوخ. نخنوخ مين؟ انت القطر. انت جاي تهزر؟ هي ناقصها غور غور. وزقين انا ولا زقك انت؟ زقك انت يا ريس. يا نهار الاسود. ما تهزرش ده. دخلتني اسم شرطة يا غبي. اسم شرطة ده ايه؟ ده بيتي. انتوا مين؟ كلمة كمان والرصاصة هتتفسح على فوق. الواد ده ابنك؟ انا واد. ده اللي اتفرتك ده ابني. ولا دمشة؟ نعم ريس. خش اعمل لنا انا وانت كوبايتين شاي. استنى تشرب حاجة؟ شاي. اعمل لنا انا وانت كوبايتين. يا فرد دمشة تفرول. دمشة دمشة خليك معايا. طيب بعد يوسف ابنك فين؟ مقبول. بقول لك ابنك فين؟ ابني في كلية الشرطة. ده لو موجود ما كنتش تقدر تدخل الحارة من اصله. هو الشاي فين؟ عندك في العلبة الزرقاء اللي في وشك. الواد مش في كلية الشرطة. ابنك بيضحك عليك يا حاج. انا ابني مش كذاب، في ضابط بيكذب. هو السكر فين؟ عندك في العلبه الخضراء اللي في قفاك. لو ما قلتش ابنك فين تبقى بتدمر نفسك وبتدمر دبشك. انا ابني طالب في كليه الشرطه، ولو كان موجود كان زمانه حبسك. انت بتزعقلي؟ هذا حد؟ لا بتزعقلي؟ لا بتزعقلي؟ هو البراد فين؟ عندك على الرف البنفسجي فوق راسك. بقول لك ايه؟ البنت دي مين؟ دي ورقة بيضة. دي 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 واحدة كده خطيبته، يعني زي ما بتقول بيحبوا بعض. تعرف عنوانها؟ لا بس عارف تليفونها. حلو. هو المطبخ فين؟ قليل يا باشا، قليل ابو العطاشة. يا باشا افتح. اتس ماي فريند سفينة. وعشتي 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 يا ابن عم. وعشتي والله. وعشتي يا ابن عمي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك ابن عم؟ ايه ده؟ انت بتعيط لي في حلوات؟ مالك؟ ايه ده ايه ده؟ اصلا انا كنت فاكر نفسي بحلم بسفينه، بس انا انا متاكد دلوقتي ان انا مش بحلم. يا باشا مش فاهم حاجه. ولا انا فاهم حاجه. تعال 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 فاهم. تعال يا باشا تعال. وفي مالك بتعيط لي يا باشا؟ ما تحكي لي، انا مال فريندك صاحبك احكي لي. سفينة سفينة، انا في مصيبة مش عارف اخرج منها ازاي. مصيبة ايه لا سمح الله؟ احكي لي يا باشا. شايف الشنطة دي؟ مالها؟ افتحها. عامل لي مفاجأة صح؟ افتحها يا عسل افتحها. الله 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 على الحركات يا باشا. الله سلم عليك، دي عشان التدريب. ها تروح انت ماسك المسدس وانت اساس في النشال، طخ طخ تروح ضرب. بس استاذ وتامن بالله، راس حقيقيه بالظبط. ما هي حقيقيه. والله العظيم حقيقيه، وجت معايا غلط من مصر. مصر؟ يعني انت خفت من مصر وما خفتش من راس؟ يا بال يا بال ما ولا يا ابص ايدك يا ابو ضافر. 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 ابص اي
ايه؟ انا هعمل بيبي. بس انت اتاخرتي قوي. ها لو ما قلتوش الواد يوسف فين هجيب لكم ابهاتهم يقطعوكم. لا جرايه يا بنت جرايه ده حاج احنا مش ناويين تعترفوا. قلت لك معرفش معرفش. تسال عليه في الكليه وتريحنا. سالت في الكليه قالوا لي مفيش اسم كده. اخرس انا ابني مقاعد في الكليه طالب برتبه حريف. بجد يا عمي؟ طبعا تقرب يتخرج كمان. يعني مش ناويين تعترفوا. انا قلت اللي عندي. حلو قوي. دبشه جاهز يا ريس. ثبت راسي. في ايه؟ ثبت راسي. في ايه؟ نشن يالا. انشن على مين يا ريس؟ نشن على البرتقانه اللي على دماغها انا هالا. انت ادرى يا كريم يا رب. لا سفينه ولا سفينه اصحى بوس ايدك ما تخليهاش مصيبتين. ابوس ايدك اصحى. سفينه سفينه ايه يا باشا؟ ما تخافش. لا غايب ما تبصلهاش خالص. اهدى انا هفهمك كل حاجه. اهدى بالراحه. اولا لازم تعرف كويس قوي ان الشنطه دي مش بتاعتي ولا بتاعتي والمصحف. انا عارف انا عارف انها مش بتاعتك. ركز بس انا هفهمك كل حاجه. الشنطه دي جت معايا غلط من مصر. مصر؟ انا مش فاهم في ايه بينك وبين مصر. انا كل ما اقول لك مصر تخاف كده يا سفينه. انا بلغ انا بلغ البوليس يا باشا. محدش هيصدق. هو انت مش بوليس؟ لا انا مش بوليس. لا يا باشا فهمني ايه يعني ايه اما انا اللي بوليس؟ لا هفهمك هفهمك فهمني هفهمك. قلت هفهمك. بصراحه انا ما نجحتش في اختبارات كليه الشرطه. ايه؟ ايه؟ انت مش يوسف. وربنا يوسف. والله العظيم يوسف. لا يعني انا هكدب عليك بعد العمر ده؟ قول والله العظيم انت ما يوسف. يا ابني يوسف. يا عم افتح لي الفندق. اهدى يا عم افتح لي سيب شقه. ابص ايدك اهدى يا عم يا سفينه. ما تفتحناش يا ما تفتحناش يا عم يا بنت ولا يا بنت ولا يا ابني. خليكي كده كفايه حرام كفايه كفايه. عصير برتقال في عينيا عينيا بقت سكري. خلاص في ايه؟ هعمل بيبي برتقال. طب بسرعه قصدي بسرعه بسرعه. ركز معايا. انا معاك اهو. ها نعم ركز معايا. انا معاك اهو معاك. الشنطه دي بتاعت ابنك. أيوة. ودي هدوم ابنك. ايوه ايوه ابني ابني. حلو يا رب تفهم. شنطه ابنك دي انا خدتها وهو خد شنطتي. اخرس يا كلب. انا ابني مش حرامي. ايوه مش حرامي ده ثابت قد الدنيا. اخرسي. ماتت. اخرس. طيب حاضر. الشنطه اللي مع ابنك فيها راس تمنها نص مليون جنيه. ليه يا اخويا؟ راس تطعنخ امون؟ انت بتتاجر في الاثار يا راجل انت؟ راس بني ادم انا اللي قتله بايدي. لو ابنك اتمسك بيها هيروح في 60 داهيه. لا لا ابوس ايدك ابوس ايدك. اتصرف يا عم اتصرف. طيب طيب بس ما تهزنيش. اسمع يا نخلوخ انت انا مستعد اجيب لك الشنطه مرازي وتديني حلاوتي. ماشي الديل بس عارف لو لعبت بديلك ايه اللي هيحصل لك. ديلي هو انا بقى فيا ديل؟ فكني فكني خليني استحم واعرف اتكتك. نعم يا ريس. عايز عينيك ما تنزلش. بلاش عينيك. عايزك تراقب صابر. عارف صابر؟ لا يا ريس. مش مهم. المهم هو ما يشوفكش وانت بتراقبه. وجب يا ريس نخنوخ. يلا اتكع على الله. اتكع على الله. يوسف. يوسف. اعمل ايه في اللي انا فيه ده يا ناس؟ سقطت في الكليه وقلت عادي. كدبت على الناس كلها وقلت تعدي. اكنبلي براس بني ادم. راس راس يا ناس.
انت ايه يا باشا؟ خضتني؟ خضتني؟ انت اللي خضتني، جايب لي جسمي يا سفينه. هو انا ناقص؟ هلا حلل المشكله، سرقته من المخزن، رميت الدماغ بتاعته، وهنحط الدماغ بتاعتنا دي هنا ونرجعه زي ما كان، ولا منشوف ولا مندري. طب الله العظيم انت بتفهم يا دي سفينه. تلميذك يا باشا. طب يلا يلا ننفذ الخطه. يلا يا باشا. الرحمن الرحيم. الراس راحت فين؟ كويس ان هي غارت. انت زعلان ليه؟ الراس فين يا ده السفينه؟ والله العظيم ما خدت حاجه. الراس تطلع دلوقتي لو اديك في داهيه. والله ما خدت حاجه يا باشا. اوعى البتاع دي من سكتي. ايه يا باشا مالك؟ اقسم بالله الراس دي لو ما ظهرت دلوقتي لا اقطع راسك واحطها مكانها. انت هتخوني في راس يا باشا. انا هخونك في صباعي يا معفن. الراس تطلع. الراس تطلع دلوقتي. والله العظيم ما خدت. طب اهو كله تمام يا خنوخ. لا الفلوس الاول حلو. انت فين امال؟ مالكش دعوه انا فين، فلوسك في الحفظ وفي السول. بقول لك ايه، سلام دلوقتي، اصل داخل على لجنه. وقف يا حليت. هقف. بتتكلم في الموبايل وانت سايق؟ ما فيهاش حاجه يا باشا، ما كل الناس بتتكلم. وكمان بتبجح؟ انزل من العربيه. حاضر يا باشا. يا باشا انا ما اقصدش ابجح ولا حاجه. خش اتفضل اتفضل اتفضل. حاضر. فتشوا العربيه. فتشوا العربيه ليه يا باشا؟ العربيه ما فيهاش حاجه. فتشوا العربيه. افتح افتح. اخلص. اطلع اطلع. فين الشنطه دي في العربيه؟ افتحها. ايه ده؟ راس مين دي؟ عم صبري اتمسك بالشنطه. ما خرب بيتك يا عم صبري. وبعدين يا ريس، عم صبري اتمسك بالشنطه. ضيعني الحيوان. والبت دي هنعمل فيها يا ريس بعد ما عم صبري اتمسك بالشنطه؟ ولا ليالي مع عم صبري هو اللي اتمسك بالشنطه. خلاص يا بت، بت دي هتشرف معانا لغايه اما نشوف حل في المصيبه دي. مصيبه ايه يا ريس؟ بتاعت عم صبري اتمسك بالشنطه. يا باشا الشنطه دي مش بتاعتي، مش بتاعتي، احلف لك بيها عشان تسكت. الكلام ده بقوله في الاسم. حبيبي يا بابا، حبيبي يا بابا، حبيبي اجمد يا يوسف. ابوك لاول مره في حياته مظلوم، وانت الوحيد اللي هتقدر تثبت براءته. ما تخافش يا بابا، انا مستعد اعترف لهم ان الشنطه بتاعتي. لا لا اوعى تعمل كده. لو انت ابني بصحيح تثبت براءه ابوك وتنقذ حبيبه. حبيبه؟ هي فين حبيبه؟ مخطوفه. مين اللي خطفها؟ نخنوخ صاحب الراس، الراجل اللي اتبدلت شنطتك معاه في الاوتوبيس. انا مرضيش اقول الكلام ده لوكيل النيابه عشان انت اللي تقوم بالمهمه دي لوحدك يا بطل. طب اتورطنا بابا وتقول لبطل. ماشي هتشوف، هتشوف ابنك هيعمل ايه. زمالك هو حسام حسن، ابراهيم حسن، تصعيده عاليه، وائل جمعه يقطعها على طول لابراهيم سعيد اللي عامل مباراه. يا نهار احوس، ده احنا خاطفين واحده. هو حسام غالي في وسط. جعانه جعانه قوي. انتوا يا عصابه، انتوا يا منحرفين، انتوا يا اللي خاطفيني. هي الناس اللي هنا ما بتهتمش بالمخطوفين ليه؟ مالك يا بت عامله دوشه ليه؟ انا مش فاضيلك، انا قاعد بتفرج على ماتش كره هيجنني. كل فرقه نازله ب 22 لعيب وكورتين. يعني بتتفرج على الماتشيات دي كلها وسايبني لوحدي؟ انا بخاف. تخافي من ايه ما انت مخطوفه؟ انا جعانه قوي، وانا والله هموت من الجوع، بس مفيش اكل هنا، حاجه تقرف. طب ما تطلب لنا اكل يا سمكاي. اطلب لنا اكل عشان خاطر. بس ازاي يعني؟ ديليفري. لا ما اعرفش حد بالاسم ده هنا. ده واحد صاحبنا انت ما تعرفوش، فاتح محل سمك وبيعمل ملوخيه كده. اطلب لنا اكل والحساب عندي. ماشي بس ما تقوليش لحد. ها عيب. قولي الرقم. 010-355-138. مترد. نمره غريبه مش رابط. يا ترى انت فين يا حبيبه؟ يا ترى انت فين يا حبيبه؟ ما ترد، يمكن نمره مهمه.
ايوه ايه سمك، بطلوا السفاله وقلت ادب بقى على المسك. هقول له حبيبه اللي بتاكل عندك كل سنه، وتعالى بسرعه احسن هتموت من الجوع. بتقول لك حبيبه زبونه عندك؟ ايوه يا عم هي حبيبه. هقول له العنوان بسرعه. بيت، انا شكيت فيك يا بيت، ما تعملهمش عليا. ليه بس كده؟ ليه بس؟ اديله العنوان يجي هو، ما تدفعيش الحساب. لا هدفع. قولي له انت بنفسك يا ناصحه، حبيبه معاك ايه؟ تعالى بسرعه احسن هموت من الجوع. ما تخافيش يا حبيبه، ما تخافيش، انا هتصرف. سفينه ورقه وقلم، اكتب اللي هقول لك عليه بسرعه. ورقه وقلم. حاضر يا باشا، قول قول. اكتب 2 كيلو جمبري. جمبري ايه؟ اكتب. ماشي ماشي. جمبري. وكيلو صبيت. صبيت. وبابا غنون. غنون. غنون ايه يابا؟ اكتب. ماشي حاضر يا حبيبتي، حاضر. طب بقول لك ايه، اديني الراجل اللي معاك ده عشان اخد منه العنوان. ايه يا باشا؟ بس يا معلم، هي دي الفيلا، تعال ورايا. ريحه ايه دي؟ سمك. ايوه انا خنطت من على السور ده. وانا اعمل ايه بالسمك ده؟ انت هتخبط على الباب. اه اللي هيفتح لك اديله السمك وحاسبه. واقعد ارغي في الحوار، ما تاثرش بسرعه. ماشي. ولو حسيت باي قلق اديني رن على الموبايل. اقول لك ايه، انت هتعرف تنط السور ده؟ طبعا. لا اله الا الله، محمد رسول الله. النهارده الخميس، يعني عيد ميلاد ابليس. ده مش حيوان، ساب التلفزيون مولع كاب السالك الكهرباء. اما اشوفه بس هشرب من دمه، انا بحب دمه ما تمشي قوي. ارضيه وفاروق كان هو كان بيت ابونا. كان قصدي ومين ومين؟ انت خربت يا بنت. تليفونك كام دلوقتي؟ ده لو رنه كنت دبحه. ضحكتيني يا بنت وانا متضايق. اطلبك تاني. الاهلي بيتنقل الكره في سهوله ويسر وثقه، والنتيجه طبعا من الصوت ده جاي من التلفزيون. وجاي حد بيغني المذيع. قفشه تانيه حلوه برضك يا بنت. يا زعمصر ابراهيم سعيد، كارت احمر، مفيش طبعا مناقشه مع الحكم. ايه الظلم ده؟ الله، وانا كل ماتش اطرد، عملت ايه انا يعني عشان اطرد؟ ما تطلع عاد وانت ساكت، ده لعيب رخم قوي. ماشي ماشي. الواد ده غريب، مره يزمخ شعره، مره يتخن نفسه، واد عجيب. ايه ده يا باشا؟ قلعوك ليه كده؟ يا غبي انا قلعت بمزاجي، المهم انت كويس؟ بقولك ايه؟ بتضحك بنار والدنيا هنا، وبقولك ايه؟ ما تيجي نبلغ البوليس. بوليس ايه يا غبي اللي عايزنا نبلغه؟ ده هي دي اللحظة اللي أنا بستناها. يلا بينا يلا بينا. أسعدت الباشا، ما تقلقش، ما حدش يقدر يقبض عليك ولا يبلغ عنك. البنت معايا. هاتها وهات كل اللي معاك، تعالوا لي على اليخت. أوامرك أوامر. دبشة. ألا دبشة؟ نعم يا ريس. ألا جهز لنا ألا العربية، وجهز لنا البيت، وشوف لنا أي حاجة نشربها عشان نفوق. ماشي يا ريس، هجيب لكم إزازتين بيرة مشبرين. صح. يلا يلا. إيه، مش هتطفي التلفزيون ده الأول؟ صح برضه. يلا أدي أنت وهو وهو، على ما نوصل هنبقى الصوت. يلا
اهو يا عم اهو بالراحه. طيب اوعى يا عم خفيف. اهلا اهلا بالحبايب، نورتونا يا باشا. المعامله التحتانيه ده يا باشا. لا الفوقانيه هتبقى احسن يا نخنخ. على مؤاخذه يا باشا، انا عايز فلوسي 499,960 جنيه. انت عبيط يالا، الشنطه مع البوليس يعني كده هتودينا كلنا في داهيه. مش نخلوخه باشا اللي تغدر بيه عدم المؤاخذه. حبيبه موتوا حبيبه. ايه افرج جبت صباعي. لو اتاخرت 10 دقايق هبلغ البوليس. على فكره انت اللي معطلني. اوعى. ربنا معاك يا باشا. فلوس اي اوعى يلا. قلت لك يا باشا بتهرب تقوم وانت انت عبيط. العويك يا جدعان، العويك العويك مش نخلوخ. يا اللحمة ببلاش. اوعي التاتي. انا قلت لك انت الواي 40 جنيه، ده تذكرة الترمامي 60 جنيه. تعمل ايه يالا؟ لا مفيش، انا كنت معدي بس سمعت دوشة عندكم قلت اشوف في حاجة ولا ايه. يلا بيمشي من هنا. حاضر انا جاي يا كبير، انا جاي يا كبير. اضرب يا كبير. ما تقوليش يا كبير، ما تقوليش انا صغير. ماشي يا صغير. انا صغير. يا ترى ايه اللي حصل؟ ما كنتش اتعلم العوم وعش؟ ده ايه المكان اللي كل الناس بتقع فيه ده؟ اهرب ولا اجري ولا تعالى. حبيبه وحشتني. انت كمان وحشتني قوي. ايه ده انت مبلول كده ليه؟ مش قلت لك كل اللي بينا شويه ميه؟ في حد بيطير بني ادمين هنا على فكره. ما جاتنيش دي وجعتني. ما فين ولا أخيراً وقعت في إيدي يا فخفوخ. أنا اسمي نخنوخ، وخليك فاكر الاسم ده كويس أوي. المهم تبقى فاكره أنت. أهلاً يا كبير. أنت إيه اللي رماك هنا يالا؟ أنت مش عارف إنهم هيرموني هنا. معلش يا كبير، معلش. أنا حبيبة يا مركب دي بلاش كبير ولا إيه؟ يلا بسرعة انت وهو، لمهم على المركب الصغير. يلا اكيد بيتك. خش يا باشا. وقف يا تو، وقف يا لسه يا ابن اللص. وقف انزل يا عم، وقف يا لسه يا ابن اللص. انت وهو انتوا ايه اللي اخركم؟ انتوا ايه اللي اخركم؟ حاضر يا عم، حاضر يا عم. دي مواعيد دي خلاص. مبروك يا حضرة الضابط. لا ضابط ايه بقى، ما خلاص كفايه المصايب اللي حصلت لنا. خلينا بقى ننتبه لنفسينا ونشوف مستقبلنا. ولا سفينه يا باشا. الليله ليلتي اه، وليلتي يعني ليلتك، اعتبره فرحك وقوم بالواجب. علي الدجيالة. النهارده فرح يا جدعان، النهارده فرح يا جدعان. عيا
وهظبط نفسي وبطل اقضي اشتغالات. حطنش ونقف حطنش ونقف حمشي مستقيم.